السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سيد المالح، باحث حر في شروط الطيران والنقل الجوي، مشاهدي قناة هيستوري ترافل اليوتيوب. النهاردة بنقل لكم مشهد من أعلى أحد المنازل في مدينة طنجة عروس الشمال بالمملكة المغربية الشريفة، حفظها الله ورعاها. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة لهذا المنظر البسيط لمدينة طنجة وتحديدا من كاسابارتا سواني. دي العمالة. ده اسمه جامع طارق ابن زياد، بيقولوا له الجامع السعودي، بس احنا يعني يا ريت نحتفظ بالاسم الشخصية العظيمة اللي هي طارق ابن زياد، لأنها شخصية إسلامية بحتة وهي اللي أولى بإطلاق اسمها على هذا المكان أو المكان المخصص للعبادة الإسلامية اللي هو الجامع أو المسجد. أما بالنسبة للسعودي فهو السعودي ليس له يعني انتماء إسلامي أو ليس له علاقة بالإسلام، سوى أنه موطن أو دولة معينة. طبعا مصحوب بالعمارة الأندلسية الإسلامية، بخلفها طبعا الجبال زي ما احنا شايفين، منظر جميل جدا جدا جدا. دي في مصر عندنا بنسميها بلوك، بلوكات سكنية، يعني بلوكات سكنية، وهنا في طنجة أو في المغرب بيقولوا عليها الإقامة، ودي إقامة مسمينها إقامة وداد، حتى اسمها هو مكتوب أهو وداد. بساطة، بنظافة، برقي، بحضارة تشهدها المدينة. طبعا المدينة هنا يا جماعة يعني بنصح بيها، بنصح زوار المملكة المغربية المغرب انهم يطلعوا طبعا لطنجة. انا ليه بقول يطلعوا؟ لان هم ده عادة هينزلوا على كازابلانكا الدار البيضاء، وطبعا الدار البيضاء في وسط المغرب، فلما هنقول هيطلعوا على طنجة لان طنجة في الشمال. طبعا هناك في طبعا محطتين اتوبيس، واحدة اللي رايح واحدة اللي جاي. ده الشارع